عليكم أعزائي الطلبة، معكم الدكتور حسام ضياء كامل، قسم هندسة تقنيات الحاسوب، كلية المصطفى، الجامعة. السلام عليكم شباب، إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. شباب، اليوم راح نبلش بمادة مبادئ الحاسوب المرحلة الأولى للفصل الثاني. طبعا هذا الفصل شباب أو هذا الكورس راح يعلمنا شلون راح نستخدم مايكروسوفت اوفيس 2010، ومن اهم البرامج اللي راح نتطرق لها بهذا الكورس شباب هو الوورد والاكسل والباوربوينت للاصدار 2010. طبعا كنا نعرف انه برنامج المايكروسوفت وورد هو ضمن مجموعة من برامج المايكروسوفت اوفيس، وهو احد برامج معالجة الكلمات، يعني يعمل تحت نظام تشغيل الويندوز طبعا. ويتميز هذا النظام بعدة ميزات، يقدر يعالج الكلمات طبعا العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى، والعمل على أكثر من مستند في آن واحد، وكذلك تغيير أحجام الخطوط وأنواعها وتنسيق الفقرات والصفحات وإدراج الجداول والرسومات البيانية أيضا. أكو هواية تطبيقات أخرى لهذا البرنامج اللي هو الوورد، لكن يتميز بسهولة استعمال الأوامر. يعني الحلو اللي بهذا البرنامج إنه نقدر بسهولة نستخدم الأوامر، أوكي، عن طريق وجودها بقوائم تولز موجودة أعلى الصفحة أول ما نفتح البرنامج. الدرس الأول مالتنا يكون راح يكون آلية تشغيل برنامج الوورد. طبعاً برنامج الوورد اكو عدة آليات او عدة طرق لتشغيل البرنامج، اوكي. اول طريقة هي عن طريق قائمة الستارت، يعني نروح للستارت، اوكي، all programs ومن ثم مايكروسوفت وورد، اوكي. من راح نضغط على الستارت all programs، هاي طبعا طريقة اخرى من الستارت. مايكروسوفت اوفيس اكو، واكو مايكروسوفت وورد، يعني اما راح نلقى الايقونه موجوده بالاول بروجرامز موجوده دايركتلي للمايكروسوفت وورد، او راح نلقى المايكروسوفت اوفيس ومن ثم ندخل الى المايكروسوفت وورد. الطريقه الثانيه هي عن طريق قائمه الستارت ومن ثم نختار الايعاز رن. شباب يعني من الستارت نروح نكتب ايعاز رن، نختار الرن، اوكي، راح تظهر لنا هاي النافذة اللي تشوفوها قدامكم. داخلها نكتب اسم البرنامج اللي هو وين وورد، اللي نكتب اسم البرنامج اللي مخزن بالويندوز بطريقة الوين وورد. مجرد من نكتب هذا الإيعاز راح ينفتح لنا صفحة جديدة لبرنامج الأوفيس. طبعا انتبهوا لي شباب، هاي النقاط يعني هسه مثلا يجيكم سؤال اذكر لي الطرق اللي يتم بها تشغيل برنامج المايكروسوفت وورد، اوكي، او مايكروسوفت اوفيس، تذكر هاي الطرق بهالتسلسل هذا، اوكي. كذلك من الممكن انه يجيك فراغات او مالتيبل تشويس يقول لك الايعاز اللي يستخدم في ايعاز الران، اوكي، لتشغيل برنامج الوورد او المايكروسوفت وورد هو فراغ، يعني او هو فتح خيار معين اللي هو الوين وورد، اوكي. اكو طريقة اخرى ثالثة شباب، اللي هي عن طريق الدخول الى مكان وجود البرنامج، يعني وحسب المسار التالي. طبعا البرنامج وين راح ينخزن اول ما نخزنه؟ ينخزن بالسي بالاول بروجرام، اوكي، طبعا ماي كمبيوتر سي اول بروجرام فايل، ومن ثم مايكروسوفت اوفيس اوفيس 2010، ومن ثم الفايل اللي يشغل اللي هو وين وورد. شوفوا احنا نفس الفايل نفس التسمية هي الفايل التشغيلي الرئيسي الموجود، نكتبه كإعاز هنا، اوكي، هاي بس ملاحظة ننتبه لها. زين، عند تنفيذ اي من هاي الطرق الثلاثة راح تنفتح لنا النافذة هاي مال الوورد. شباب اي طريقة من هاي الطرق راح تنفتح لنا هاي النافذة اللي جاي نشوفها قدام اللي هي مايكروسوفت وورد 2010، اوكي.
طبعا كل نقطة هنا أنا نجزئ لكم ياها، كل نقطة هنا هي فد إلها معنى. يعني مثلا هاي الشريط التمرير العمودي هذا اللي هو أقدر أنزل وأصعد بيه up and down بالtext مالي. أكو شريط التمرير الأفقي اللي هو أروح بي right و left هذا أوكي بالword حتى اليمين أو اليسار حتى أسيطر على النص أو التكست مالتي. شريط العنوان كذلك أوكي اللي هو عنوان هذا الword أنا شو مسميه، شنو الفايل اسمه، هذا شريط العنوان. وشريط القوائم اللي يحتوي على القوائم يعني هذه الموجودة اللي هي قائمة الملف، قائمة التحرير، قائمة العرض والإدراج والتنسيق والتولز أو الأدوات وهكذا. وعندنا شريط آخر اللي اسمه الشريط الأدوات التولز بار. هذا شريط الأدوات هذا بعدة أدوات أو عدة أوامر إعازات أقدر عن طريقها أوصل لها بكل بساطة ونفذ هاي الإعازات بمجرد النقر على الإعاز المراد استخدامه. عندنا أشياء أخرى مثل شريط المعلومات. هذا شريط المعلومات هذا شو يحطون به معلومات؟ راح يقول لك هذا الوورد من كم صفحة يتكون، من كم مقطع أوكي يعني كم باراجراف، ممكن إنه من كم مقطع راح يكون، أنت بيا صفحة حاليا من مجموع الصفحات الكلية أوكي، يعني بالصفحة الأولى مثلا من مجموع الصفحة الأولى هنا كاتبين أوكي. كذلك يعطيك أنت بيا سطر بيا عمود أوكي وهكذا، ويعطيك اللغة اللي مكتوب بيها هذا التكست أوكي. فهو هذا شريط المعلومات. نقطة الإدراج هاي اللي هي النقطة اللي راح تبدي تأشر عندي، اللي هي المكان من راح أبدي أكتب something text راح يبين عندي بهذا المكان. هاي يسموها منطقة العمل اللي هي الصفحة البيضاء أو هي الورقة اللي نشوفها. وكذلك المسطرة الأفقية، هاي شباب عندنا المسطرة الأفقية وعندنا المسطرة العمودية. هاي شنو هاي تفيدني هاي المسطرة؟ هاي تفيدني انه احدد الليمت مال الكتابة مالي على الورقة. يعني انا ما راح اكتب على الورقة من الطرف، يعني هاي ورقة بيضاء من الطرف الى الطرف، لا احدد الليمت مالي اوكي، لان اكيد اكو بعض الكتب الرسمية او اكو بعض البحوث او المشاريع من نكتب يقول لك على اليمين لازم تترك مسافة هالقد وعلى اليسار تترك مسافة هالقد ومن الأعلى ومن الأسفل. فالمسطرة الأفقية هي تترك لي المسافات اليمين واليسار، وكذلك المسطرة العمودية. الدرس الثاني شباب هو راح يكون عن واجهات برنامج الوورد أو برنامج المايكروسوفت وورد. واجهة برنامج مايكروسوفت وورد شلون راح نتكلم عنها بصفة details أوكي. شريط العنوان عندنا تايتل بار وهو عرفناه هو الشريط الموجود بالأعلى أوكي، ومكتوب به هو عنوان المستند أو اسم المستند أوكي. المنيو بار أو شريط القوائم يسموه أوكي، هو هذا الملف والتحرير وغيرها أوكي. طبعا لكل قائمة أكو مختصر، لكل قائمة أكو مختصر. يعني مجرد ما أدوس الألت أوكي وأدوس حرف الميم راح يطلع لي الاسم اللي خاص بهذا القائمة. يعني إذا أدوس ألت حرف الحاء راح يطلع لي تحرير، إذا أدوس ألت حرف العين راح يطلع لي عرض وهكذا. أشرطة أدوات التول بار، يعني هذا التول بار أوكي اللي عرفناه إنه عبارة عن عدة أشرطة تحتوي على أيقونات، وهاي الأيقونات عن طريقها أوصل لإعازات المختصرة الموجودة في شريط القوائم. زين، المسطرة الأفقية والمسطرة العمودية يمكن استفادة منها بتحديد الهوامش مثل ما تكلمنا، انه احدد هسه شوفوا هاي الحافة هنا انا من كاتبين بهذا الورقة البيضة،
نشوف تاركين مسافة، يلا نبلشين يكتبون. هاي الهوامش يسموها الأفقية والعمودية. منطقة العمل اللي هي workplace، وهي المساحة البيضاء الفارغة الموجودة بالورقة، يعني هي الورقة الفارغة اللي نقدر نكتب بها. insertion point شباب، وهو المؤشر الأسود الوامض والذي يؤشر على المكان الذي سوف تتم فيه الكتابة. الانفورميشن بار او شريط المعلومات، وهو الشريط الذي يحتوي على مجموعة من المعلومات، يعني تخص هذا المستند، تخص هذا الوورد او الفايل الوورد اللي اني جاي اكتب به، اللي هي تخص الصفحات، عددهن، عدد الصفحة الحالية اللي انا جاي اشتغل بها، نوع اللغة المستخدمة، والسطر والعمود، والى اخره من المعلومات الاخرى اللي ذكرناها. نجي على الموضوع الاخر او الدرس الاخر شباب، اللي هو الكتابة في برنامج الوورد، يعني شلون راح تتم الكتابة عن طريق هذا البرنامج. تتم الكتابة في برنامج الوورد من خلال لوحة المفاتيح، حيث ان الكتابة تظهر في منطقة العمل في مكان الذي تقف فيه عند الادراج وبالشكل التالي. اولا مفاتيح الاحرف والارقام، اوكي، يعني حيث تقوم هذه المفاتيح شنو تطبع الاحرف والارقام الموجودة عليها. اثنين تغيير اللغة، نقدر نغير اللغة، اوكي، عن طريق الشيفت والالت، يعني من دوس الت وشيفت راح تتغير اللغة اللي جاي اكتب بيها، اوكي. زين، مسح الكتابة، اوكي، تتم عملية مسح الكتابة عن طريق الباك سبيس، الزر الموجود بالكيبورد اللي هو الباك سبيس هو اللي يمسح لي الكتابة. كذلك اني اقدر امسح مو فقط حرف حرف ارجع بهن، اقدر امسح باراجراف كامل، مجرد ما اسوي سيلكت لهذا الباراجراف، اوكي، مجرد ما اسلك هذا الباراجراف وراها ادوس، يعني هذا باراجراف مثلا سلكته، مجرد ما ادوس ديليت راح ينمسح هذا الباراجراف، يعني اقدر امسح نص كامل بنقرة واحدة عن طريق المفتاح ديليت. الرموز في اعلى المفاتيح، الرموز في اعلى المفاتيح، يعني اكو بعض الرموز اللي هي مثلا يمكن كتابة الرموز التي توجد في أعلى المفاتيح، وذلك بالضغط على مفتاح الشيفت. يعني اكو عندنا دقم بالكيبورد شباب اللي هي بها أكثر من إيعاز، يعني مثلا رقم 2، أوكي، موجود رقم 2 عن طريق، هسه إذا تلاحظون هنا شباب نقدر نكتب رقم 2 هسه هنا، اذا اكتب فقط 2 يكتب لي، اوكي، لكن اذا ادوس شيفت وادوس رقم 2 راح يطلع لي ات. الثلاثة كذلك، اذا ادوس شيفت وادوس 3 راح يطلع لي الهاش، اوكي، الخمسة، اوكي، اذا ادوس شيفت وخمسة راح يطلع لي 100%، لكن اذا ادوس الخمسة وحدها تطلع لي رقم 5، وهكذا من الايعازات اللي موجودة في برنامج الوورد. زين، الفراغ او نهاية الفقرات، او نهاية الفقرات عند الكتابة المستمرة، فان نقطة الادراج تنتقل مباشرة الى السطر التالي، يعني انت من جاي تكتب بشكل مستمر، اوكي، مباشرة المؤشر مالتك يوصل لنهاية السطر وينزل إلى السطر الثاني أو السطر الجديد، أوكي؟ ولكن في حالة نهاية الفقرة فإننا نضغط على مفتاح Enter، يعني أنا يجوز أريد أنهي هاي الفقرة بدون ما أوصل للنهاية، قبل ما أوصل للنهاية يعني أريد أنهي هاي الفقرة، مجرد أدوس على مفتاح Enter أنا معناته نزلت إلى السطر الجديد. الفراغ او السبيس، اوكي، اقدر استخدمه عن طريق السبيس اللي موجود بالكيبورد او المسطرة او هاي الدقمة الكبيرة شباب،
اوكي لإزاحة نقطة معينة أو لترك الفراغات بين الكلمات أو الفاصل. نجي على الدرس الرابع اللي هو حفظ المستند في برنامج وورد، يعني شلون راح يتم آلية حفظ المستند في برنامج الوورد. الحفظ هو عبارة عن خزن وما هو موجود على نافذة مستند برنامج الوورد في ملف داخل الذاكرة الثانوية، وهذا الملف يأخذ امتداد، طبعا نوعين من الامتداد، امتداد doc أو docs، امتداد doc أو docs. الامتداد الدوك هو للوورد 2003، اوكي، والامتداد الدوكس هو للوورد 2007 و2010 فما فوق، اوكي زين. هناك عدة حالات لعملية الحفظ، يعني شلون راح نقدر نحفظ ملف معين. اكو عدة طرق. اول، اذا كان الملف غير موجود سابقا، يعني اني اول مرة انشئ هذا الملف واول مرة اكتب به، اوكي، يعني هو ما كان موجود عندي وجيت عدلت عليه، لا، مجرد خلقت وورد جديد وبلشت كتابة وحاليا اريد احفظ. بهاي الحالة من تتم عملية الحفظ لاول مرة، اوكي، لازم نتبع هاي الخطوات، انه هو من نروح على لعاز سيف، ايش راح نلقى من خلال القائمة ملف او الفايل بالانجليزي يسموها، اوكي، ومن ثم نختار سيف او حفظ، اوكي، او طريقة اخرى، احنا فاتحين الوورد، مجرد ندوس كنترول اس، مجرد ندوس كنترول اس، اوكي، راح يظهر لي قائمة الحفظ، او من خلال الايقونة اللي هذا شكلها، هذا موجودة ببرنامج الوورد، تصير لي فوق بالزاوية، شباب بالزاوية بالأخير، أوكي، موجودة ببرنامج الوورد. زين، طريقة أخرى تظهر نافذة بعد ما أنه تظهر لي نافذة حفظ باسم، أوكي، كما موضح في الشكل رقم 3، هسه طبعا راح نشوفه اللي جوا. بس ننزل اللي جوا حتى نشوف الشكل، شباب هذا شكل رقم 3 قدامكم، يعني بعد ما ادوس كنترول اس او بعد ما اروح على فايل وحفظ، وهذا الفايل انتبهوا لازم يكون اول مرة انه انا جاي احفظه، راح تظهر لي هاي نافذة الحفظ باسم. بعد ما تظهر لي نافذة الحفظ باسم، اوكي، نحدد مكان الخزن، يعني لازم نختار مكان الخزن اللي هو كما موضح بالشكل رقم 4. يعني وين اريد اخزن؟ اريد اخزن على سطح المكتب، اريد اخزن بالسي، بالدي، بالاي، وهكذا، اوكي، او اريد اخزن بالفلاش فور اكزامبل. بعدها نحدد اسم الملف، اوكي، لازم نكتب اسم الملف ايش نسميه، ومن ثم نختار اعاز سيف، يعني هذا اسم الملف من هنا، اسم الملف نقدر نغيره، ومن ثم نختار إعاز حفظ أو سيف، أوكي، هذا الإعاز بس مجرد نضغط عليه يتسيف هذا الملف. حلو. اثنين، إذا كان الملف موجودا سابقا، يعني هاي حالة أخرى، في حال الملف هو أصلا موجود عندي على الكمبيوتر وأني أجيت جريت بعض التغييرات على هذا الملف، أو ضفت كتابة أو مسحت نص من عنده، أوكي، واريد احفظ التغييرات الجديدة الموجودة عندي، فهاي شلون راح اخليها، يعني مجرد ما الملف موجود، اوكي، مفتوح، مجرد ما ادوس كنترول اس، يعني بعد ما اجري التغييرات اللي اني سويتها، مجرد اجي ادوس كنترول اس. زين، ثالثا، اذا كان الملف موجود سابقا واردنا خزن الملف باسم آخر أو بمكان آخر، يعني أنا الملف موجود عندي سواء غيرت عليه أو ما غيرت، بس هو موجود، لكن أريد أنسخه أو أخزنه بمكان آخر على الكمبيوتر وباسم آخر ممكن، فأنا كذلك لازم أروح على قائمة ملف أو الفايل
واختار Save As او اختار حفظ باسم، اما Save As او حفظ باسم، وبعدها نتبع الخطوات التالية اللي هي كانت خطوة رقم 2 و 3 و 4 و 5. طبعا شباب انتبهوا لي على هاي الملاحظة، عند غلق الملف بدون خزن التغييرات راح تظهر لنا شي يسموه حفظ التغييرات. هل تريد حفظ التغييرات؟ راح يسألني الوورد قبل ما أغلق، أوكي، حتى أقول له نعم، أوكي، راح يحفظ لك كل التغييرات اللي صارت. إذا قلت له لا، أي تغيير أو أي إضافة أو حذف على الوورد أني سويتها راح ينحذف. إذا قلت له نو، وإما يقول لي يس أور نو، أوكي، فيسألني هذا السؤال. نجي نلاحظ شباب الدرس الخامس مالتنا اللي يخص فتح المستند من برنامج الـ